اهلا بيكم في معرض هيما شوب الالعاب الاطفال. بنقدم لكم النهارده سياره مرسيدس 4 موتور مميزه جدا في تصميمها وشكلها اكتر من رائع. تعالوا نشوف مع بعض امكانيات العربيه. زي ما احنا شايفين وحده تشغيل الموسيقى، مجموعه ازرار سهله الاستخدام، معانا مدخل USB، حط فلاشه نشغل عليها اغاني خارجيه او نشغل الاغاني الداخليه الموجوده في العربيه زي ما احنا شايفين كده. دريكسيون سهل الاستخدام، نقدر منه نغير الاغاني او كلاكس زي ما احنا شايفين. معانا 3 ازرار، زرار تشغيل السياره، معانا كمان زرار لتوجيه السياره للامام والخلف بالضغط على الدواسه الموجوده بالاسفل، معانا كمان زرار احمر لتحريك السياره وضع الرن او وضع السويد اللي هو الهزاز بيخلي العربيه تتحرك معاها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. معانا كمان حزام امان بيوفر الحمايه للطفل، معانا كمان ريموت سهل الاستخدام زي ما احنا شايفين، مميز جدا وسهل مفيش اي مشكله او صعوبه في استخدامه. معانا كمان اضاءه ليد خلفيه زي ما احنا شايفين مع بعض، نبص قدام هنلاقي اضاءه اماميه مميزه. معرض هيما شوب الالعاب الاطفال بيقدم لك كل جديد في عالم